إذا كنت في الصلاة وشكيت في نسيان آية أو في أنني أخطأت في آية، ما الواجب علي؟ إذا كان من الفاتحة فلا بد من التأكد، إذا شككت في آية فإنك تعيدها، تعيد الآية التي شككتها قرأتها أو لا، لتؤدي الركن بيقين، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما إذا شككت في قراءة آية غير الفاتحة فهذا لا يؤثر، نعم، لأن القراءة الزائدة على الفاتحة سنة وليست واجبة. نعم.